الله الله والحمد لله يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين اللهم صل على محمد وآل محمد قال الرابع أن يكون صدور القرينة مرهونا بدليل التعبد بالسند وصدور ذي القرينه قطعيا كان الكلام في احكام عامه للجمع العرفي وقد انتهينا الى الحكم الثالث وهو لحاظ حالات الدليلين اللذان يراد الجمع العرفي بينهما من ناحيه الصدور وقلنا انه من حيث ذلك تكون هناك لدينا اربع حالات تكلمنا في الدرس الماضي عن الحالات الثلاثة الأول، ووصلنا إلى الحالة الرابعة وهو وهي أن يكون صدور القرينة نفس القرينة صدورها ظني يعني حتى تثبت الحجية للسند القرينة تحتاج إلى حجية السند أو يعني التعبد بدليل حجية السند واما ذي القرينه فهو قطعيا، طبعا ومثاله الواضح الذي وقع فيه الكلام بين الاصوليين اذا اذا كانت القرينه يعني اذا وردنا عام قراني وهناك مخصص روائي، يعني مخصص روائي سنده ظني وثبتت حجيته بمثلا حجيه خبر الواحد، فهنا هل يكون وربما هناك من سمى هذا البحث بانه هل يكون مثلا الخبر الواحد هل هو مخصص للعموم القراني او لا. هنا في الواقع هو حاله من هذه الحالات التي ذكرناها هو وهي ان يكون يعني هي اعم من هذا المثال ولكن مثالها البارز والواضح هو ما ذكرنا ربما أن يكون له مثال آخر كأن يكون مثلا الدليل العام ورد بخبر متواتر والمخصص ورد بخبر آحاد فهنا القرينة بالنتيجة بشكل عام نقول أن صدور القرينة هنا لا يثبت صدور القرينة إلا من جهة التعبد بدليل بحجية السند واما صدور ذي القرينه فيكون صدورا قطعيا اما لكونه يعني قرانيا من نتيجه متواتر او لانه خبر متواتر مثلا في هذه الحاله هنا وقع كلام بين الاعلام هناك من قال ان ظهور ذي القرينه باعتبار ان ذي القرينه حتى وان كان من حيث السند المفروض الدليل العام حتى وان كان من حيث السند هو كان قطعيا ولكن نحن الان نتكلم في الظهور الظهور لما كان ظنيا هو اماره طبعا ظني وهو حجه لانه مثلا ينطبق عليه دليل حجيه الظهور هنا هنا لا يمكن بعضهم قال لا يمكن ان ناتي ونقول انه لا يحصل تعارض بين ظهور ذي القرينه وبين ظهور القرينه باعتبار ان التعارض البدوي هو بين ماذا؟ بين ظهور ذي القرينه وظهور القرينه، هذا عام مثلا وهذا مخصص او هذا مطلق وهذا مقيد. هنا فيقولون مثلا ان التعارض بين بينهما فنجري قاعده الجمع العرفي، هنا قال لا ان التعارض ظهور ذي القرينه ليس مع ظهور القرينه فقط حتى نقول بذلك. يعني التعارض ليس فقط في مرحله الظهور حتى نحل التعارض في مرحله الظهور وتنتهي المشكله، بل قال ان التعارض هو ان الظهور ذي القرينه ظهور ذي القرينه يعارض امرا مركبا من امرين الاول هو ظهور القرينه الاول هو ظهور القرينه والثاني سند القرينه فظهور ذي القرينه لا يعارض ظهور القرينه فقط حتى نجري قاعده الجمع العرفي وينحل التعارض وانما ظهور ذي القرينه يعارض امرين وهما ظهور القرينه وسند القرينه فبناء على هذا لو حصل خلل في احدهما يعني اما في ظهور القرينه او في سند القرينه فانه ظهور ذي القرينة يبقى على حاله يبقى على حاله ولا يتأثر يعني مجرد أن بالنتيجة يكون سند القرينة كاذبا عفوا القرينة سند القرينة كاذبا تبار هي ظنية السند فلا تستطيع لا تنهض على ماذا على التصرف أو تعتبر كلاما متصرفا في ذي القرينة وإذا ظهورها أيضا صار فيه مشكلة فلا أيضا يكون ماذا متصرفا في ظهور ذي القرينة فهنا بناء على هذا مجرد أن ظهور القرينة ظهور القرينة له حق ان يتقدم على ظهور ذي القرينه هذا لا يكفي لان يكون ماذا ملاكا للتقديم القرينه على ذي القرينه لان ذي القرينه ظهور ذي القرينه يواجه امرين امام امرين الظهور القرينه وسندها واذا سقطت في احدهما فلا يتاثر ظهور ذي القرينه او كما يقول السيد الشهيد آه يمكن أن نعبر عن ذلك بتعبير آخر أن دليل حجية الظهور لذي القرينة النتيجة ذي القرينة والقرينة كلاهما المفروض أن يشملهما دليل حجية الظهور كلاهما يحتاجان إلى حجية الظهور هذا الدليل حجية الظهور شموله لذي القرينة شموله للظهور ظهور ذي القرينة دليل حجية الظهور شموله لذي القرينة ذي القرينة اعتبرنا مثلا هو لنفترض هو العموم أو الإطلاق الوارد في آية مثلا من الآيات هذا يقول وإن كان هو لا يعارض شمول دليل حجيه الظهور للقرينه نفسها باعتبار القرينه وردت بخبر احاد مثلا، يعني نفترض ان الحاله انه لدينا آيه مباركه سندها قطعي اعتبار متواتر وظهورها هو ظاهره في الاطلاق، ولدينا روايه سندها ظني خبر احاد وهي ظاهره في ماذا؟ في التخصيص أو ظاهرة في التقييد فهنا دليل حجية الظهور في الآية المباركة وإن كان لا يعارض يعني شمول دليل حجية الظهور للآية وإن كان لا يعارض شمول دليل حجية الظهور للقرينة باعتبار أنه إذا كانت القرينة ثابتة فأنه فان الدليل حجيه الظهور لا يشمل ذي القرينه ولكن دليل الحجيه في ذي, في ذي القرينه يعني في الايه يعارض شمول دليل التعبد بالسند لتلك الروايه دليل حجيه الظهور في الايه المباركه افترض هو لا يعارض حجيه الظهور في الروايه في الدليل المقيد وهي الروايه لكنه يعارض سند الروايه يعني يعارض دليل سند الروايه فهنا استشكل في تخصيص العام او المطلق الكتابي بخبر الواحد قالوا هنا هذا الظهور من نتيجه أه صحيح هو ظهور ظني وورد دليل دليل حجيه الظهور في اثبات هذا الظهور الظني ولكن هذا الظهور صحيح انه لا يعارض ظهور القرينه يعني الروايه ولكنه يعارض سند الروايه فكيف يمكن الجمع بينهما؟ لا تنطبق قواعد الجمع العرفي بينهما لماذا؟ لان احدهما دليل حجيه الظهور والاخر دليل حجيه السند فقد تعارض فمن فبمن ناخذ الجواب السيد الشهيد يقول الجواب على ذلك ان دليل حجيه الظهور الذي قلنا يعارض دليل حجيه السند في الواقع ان دليل حجيه السند للروايه يكون حاكما على دليل حجيه الظهور فيه نوع من الحكومه كيف نصور هذه الحكومه؟ لاحظوا دليل حجيه السند في الروايه حسب مثالنا يكون حاكما على دليل حجيه الظهور في الايه لماذا؟ لان دليل حجيه الظهور في الايه قد اخذ يعني متى يكون الظهور حجه؟ موضوعه موضوع حجيه الظهور ما هو ان يكون عدم صدور قرينه على ماذا على خلاف ذلك الظهور عدم صدور قرينه على خلاف ذلك الظهور دليل حجيه السند ماذا يقول يقول قد صدر قد صدرت قرينه على خلاف الظهور احنا نتكلم مع دليل حجيه الظهور في الايه حسب مثالنا دليل حجيه الظهور في الايه ماذا يقول هناك او موضوعه ما هو؟ هو ان يثبت ذلك الظهور يعني ان يكون هناك ظهور للايه مثلا في الاطلاق وان لا تصدر قرينه أن لا تصدر قرينة على خلاف الإطلاق الوارد في الآية دليل حجية السند في الرواية باعتبار أن الرواية مفادها نعم مقاي... مخصص لإطلاق الآية فدليل حجية السند فيها يثبت صدور قرينة مقيدة للاطلاق الوارد في الايه فيهدم يتصرف وين؟ يتصرف في موضوع حجيه الظهور في الايه، فيكون حاكما عليه، يعني انما يكون الدليل حاكم اذا كان يتصرف ولو بنحو تعبدي في موضوع الدليل الاخر، فدليل حجيه الظهور في الايه المباركه موضوعه امران، اولا الظهور ان يعني يكون هناك ظهور وثانيا عدم صدور قرينة على خلاف هذا الظهور أولا الظهور مثل ظهور الآية في الإطلاق وعدم صدور قرينة على خلاف الظهور يعني أن تكون القرينة مقيدة لهذا الإطلاق الرواية التي دلي سندها ظني وهو خبر آحاد هي في مفادها في مفادها يعني في ظهورها مقيده لذلك الاطلاق في الايه ولكن المشكله وين؟ المشكله في سندها، سندها ظني. فنقول ان دليل حجيه السند دليل حجيه السند في الروايه جاء لاثبات مقيد لاثبات صدور مقيد. فاذا دليل حجيه السند اثبت صدور مقيد يعني تصرف اين؟ تصرف في موضوع حج الحجية في الآية في موضوع دليل الحجية في الآية حجية الظهور لأن موضوعه كان الظهور وعدم صدور مقيد والحال صدر مقيد فتصرف في موضوع حجية الظهور في الآية فلا يكون الظهور حجة في الآية بل يكون تكون الرواية مقيدة له هذا هو كيفية الخروج من هذه القضية بالحكومه وثم يذكر السيد الشهيد ان هناك مشكله اخرى يمكن ان تذكر في قضيه تخصيص العام الكتابي او المطلق الكتابي بالخبر الواحد وهو امكان انه يمكن ان يدعى ان السند تعبد بالسند هنا دليل التعبد بالسند في الروايه في الروايه يكون قاصرا عن شمول هذه الروايه بالذات يعني الروايه المخالفه للكتاب اطلاقا وتقييدا او عموم وخصوص طبعا بينهما ان دليل حجيه السند وهو دليل حجيه خبر الواحد مثلا لا يشمل مثل هذا الخبر الذي يكون مفاده معارضا ل مثلا اطلاق في الكتاب او عموم في الكتاب لماذا لانه دليل حجة قد يقال ان دليل حجيه السند دليل حجيه الخبر انما يكون حجه الخبر انما يكون حجه اذا لم يثبت معارضته للكتاب الكريم هذا يمكن الاستشكال من هذه الجهه وقال ان هذا الاستشكال سياتي ان شاء الله نحن هنا سوف نبحثه في الابحاث الاتيه. قال الرابعه: ان يكون صدور القرينه مرهونا بدليل التعبد بالسند. قرينه من حيث السند ظني. وصدور ذي القرينه قطعيا. ذي القرينه قطعي. وفي هذه الحاله قد يقال بان ظهور ذي القرينه باعتباره امارا لا يعارض ظهور قرينة بالذات ليقال بتقدم ظهور القرينة عليه بالجمع العرفي ليس التعارض في مقام الظهور فقط حتى يقدم تقدم القرينة على هذه القرينة حسب قاعدة الجمع العرفي بل إن التعارض أوسع من ذلك بل هو يعني ظهور القرينة يعارض المجموع المركب من أمرين هما ظهور القرينة وسندها من هنا ظهور ذي القرينه ومن هنا ظهور القرينه وسند القرينه اذ يكفي في بقاء ظهور ذي القرينه ان يكون احد هذين الامرين خاطئا وهو اما ظهور القرينه او سند القرينه وعليه فما هو المبرر لتقديم القرينه الظنيه السند في هذه الحاله؟ ومجرد ان احد الامرين المذكورين له له حق التقديم وهو ظهور القرينيه او ظهور القرينه لا يستوجب حق التقديم لمجموع الامرين وهو الظهور والسند. الظهور والسند وان شئت قلت عباره اخرى ان شمول دليل حجيه الظهور لذي القرينه مثل العام القراني وان كان لا يعارض شموله شمول حج حجيه الظهور لظهور القرينه نعم لا يتعارضان قد يمكن الجمع بينهما ولكنه يعني ظهور دليل دليل حجيه الظهور في ذي القرينه يعارض شمول دليل التعبد بالسند لسند القرينه ومن هنا استشكل في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد ويقال في الجواب على ذلك أن دليل حجية الظهور قد أخذ في موضوعه عدم صدور القرينة على الخلاف يعني موضوع مؤلف من أمرين أولا وجود ظهور وثانيا عدم صدور قرينة على خلاف هذا الظهور ودليل التعبد بسند القرينة يثبت صدور القرين على خلاف الظهور فهو حاكم على دليل حجية الظهور لأنه يثبت تعبدا انتفاء موضوعه موضوع حجية الظهور لأنه مؤلف من أمرين الظهور وعدم صدور قرينة مخالفة لهذا الظهور فيتقدم عليه بالحكومة نعم هناك ملاك آخر للاستشكال في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد، طبعا هذا يخص العام الكتابي ولا يخص العام اذا ورد بالتواتر، لا يخص العام الكتابي بخبر الواحد وهو امكان دعوى القصور في دليل التعبد بالسند للشمول لخبر مخالف للعام القطعي الكتابي، لماذا؟ لان ادله حجيه خبر الواحد مقيده بان لا يكون الخبر مخالفا للكتاب وسياتي الكلام عن ذلك ان شاء الله تعالى نكون بذلك قد انتهينا من البحث الثالث من ابحاث الجمع العرفي ندخل في البحث الرابع كان البحث الرابع هو عباره عن نتائج الجمع العرفي بالنسبه الى الدليل المغلوب بالنتيجه هنا في الواقع انه كيف نتعامل مع الدليل المغلوب يعني الدليل بعد مثلا نفترض إذا كان أحدهما أو يعني الدليل كان ذي القرينة كان مثلا هو مطلق والقرينة كانت مقيدة وعملنا بالتقييد فكيف نتعامل مع الدليل المقيد بعد التقييد هو هذا هو المعنى من الدليل المغلوب يعني الدليل المقيد بعد التقييد ماذا نفعل هل ان اطلاقه سقط مثلا هنا تماما او انه لا بقي يشمل باطلاقه يشمل الافراد الباقيه المتبقيه بعد التقييد التي يشملها بعد التقييد هنا السيد الشهيد يقول لا شك ولا ريب ولا كلام في ان كل ما يحرز شمول القرينه له من افراد ذي القرينه كل ما يحرز شمول القرينه من الافراد التي كانت داخله في القرينه مثل من ان يقول مولى اكرم الفقراء ثم يقول لا تكرم الفساق مثلا فهنا كل ما يدخل تحت عنوان الفاسق من الفقراء الذين كان يشملهم ذلك الدليل اكرم كل مثلا كل فقير او اكرم الفقراء وجاءنا دليل يقول لا تكرم الفاسق فجميع الافراد الذين تشملهم القرينه كل ما يصدق عليه انه فاسق لا بد من تحكيم القرينه عليه وان يطرح من ناحيه الحكم يطرح من ذي القرينه، ذي القرينه كان يدل على وجوب اكرامه، اكرم الفقير. والقرينه كانت تدل على عدم وجوب اكرامه، لا تكرم الفاسق. فهنا لابد ان يكون حكمه تابعا لما دلت عليه القرينه. لابد ان يحكم ظهور القرينه في مثل هذه الافراد. طبعا هذا تطبيقا من نتيجة لنظرية الجمع العرفي تكون القرينة هي المحكمة عليه أما ما تبقى يعني ما أحرزنا عدم شمول القرينة له ما تبقى وهم الفقراء غير الفساق بالنتيجة ما تبقى هم الفقراء غير الفساق بحسب المثال يبقى في نطاق ذي القرينة يبقى حكمه حكم كما هو في ذي القرينه ويطبق عليه مفاده يبقى حاله وهي يعني هي التي يقع فيها البحث وهو ما اذا حصل شك اذا حصل شك في ان هناك فرد من الافراد او مثلا صنف من الاصناف نشك في شمول القرينه له هل تشمله القرينه او لا تشمله القرينه فهل يبقى على حكم العام ام كيف يكون حكمه هنا السيد الشهيد يقسم البحث الى اقسام ربما قسمين يعني ان تحصل يعني الشك بحسب الشك الذي حصل لماذا شك في ان هذا الفرد مثلا او هذا الصنف انه غير داخل في القرينه؟ الشك اما يحصل لوجود شبهه مصداقيه او شبهه حكميه او نعم عفوا شبهه مفهوميه اما شبهه مصداقيه او شبهه مفهوميه ولذلك قسم البحث الى قسمين، القسم الاول سيتكلم في اذا كان الشك ناشئا من شبهه مصداقيه والقسم الثاني اذا كان الشك ناشئا من شبهة مفهومية. اذا القسم الاول ان يكون الشك الشك في ماذا؟ في عدم شمول القرينة لفرد من الافراد او لصنف من الاصناف لفرد لنقول ناشئ من شبهة مصداقية يعني ان العنوان الماخوذ في القرينه شككنا في ان هذا الفرد هل يكون مصداق لهذا العنوان او لا يكون مصداق لهذا العنوان، حصل الشك في شمول القرينه لهذا الفرد بسبب شبهه المصداقيه وهو انه هل ان هذا الفرد داخل تحت العنوان الوارد في القرينه او ليس داخلا في العنوان الوارد في القرينة من قبيل كما مثلنا مثلا أكرم كل فقير ورد أكرم كل فقير ثم قال لا تكرم الفقير الفاسق أو لا, تك لا تكرم نعم الفقير الفاسق وكان زيد لا نعلم طبعا بحسب قواعد جمع العرفي تقدم هذه القرينة لا تكرم الفساق الفقراء فكل فقير ثبت أنه فاسق يكون حكمه عدم وجوب الإكرام كما هو مقتضى القرينة وكل فقير هو ليس فاسق محرز أنه ليس فاسق طبعا كل فقير يحرز أنه فاسق يكون حكمه حكم القرينة وكل فقير محرز أنه ليس فاسق يبقى حكمه على حكم العام وهو أكرم كل فقير يبقى عندنا زيد شككنا في أنه مصداق للفاسق الفقير الفاسق أم لا هو فقير معلوم أنه فقير ولكن هل هو فاسق أم لا فتحصل شبهة مصداقية في كون زيد مصداق للفقير الفاسق أو ليس مصداقا له فهنا ماذا يكون حكمه هل أن زيد الذي نشك في كونه فاسقا لاننا لا ندري هل ان حد الفاسق او مثلا الحال حاله لا ندري بحاله هل هو فاسق او ليس بفاسق هل يشمله الدليل الذي العام الذي ورد اكرم كل فقير ام لا يذكر السيد الشهيد ان هنا اجابتان على هذا السؤال أولا أن هذا الفرد يعلم بأنه مصداق للعام لأنه فقير بالنتيجة أكرم كل فقير عام يشمل الفاسق وغير الفاسق فهو محرز الفقر فيشمله أكرم كل فقير أما المخصص دلالة المخصص فلا غير محرز كونها تشمله لعدم العلم بانطباق الفسق عليه فلا نحرز أن الحكم الوارد في المخصص يشمله فإذا إذن عندنا دلالة أحرزنا دلالة معتبرة طبعا في نفسها وأحرزنا و... عفوا ولم نحرز دلالة على خلافها هو وجب الأخذ بتلك الدلالة المعتبرة قالوا إذن لا بد من التمسك بالعام يعني هذا هو ما يسمى بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية لاحظوا قال لا شك في أن كل ما يحرز شمول القرينة له من الأفراد التي كانت داخلة في نطاق ذي القرينة لا بد من تحكيم ظهور القرينه فيها وطرح الدلاله الاوليه لذي القرينه بشانها تطبيقا لنظريه الجمع العرفي، هذا لا شك فيه. كما ان ما يحرز عدم شمول القرينه له، لاحظوا لابد عندنا احراز هنا. ما يحرز شمول القرينه يكون حكمه حكم القرينه. ما ان ما يحرز عدم شمول القرينه له من تلك الافراد يبقى في نطاق القرينه ويطبق عليه مفاده واما ما يشك واما ما يشك في شمول القرينه لم يحصل لنا احراز في ان القرينه تشمله بل بقينا نشك في شمول القرينه له من الافراد فهو على اقسام هذه التقسيمات كما قلنا اما ان الشك ناشئ من شبهه مصداقيه أو أن الشك ناشئ من شبهة شبهة مفهومية. القسم الأول أن يكون الشك في الشمول ناشئاً من شبهة مصداقية للعنوان المأخوذ في دليل القرينة. يشك بموجبها في أن هذا الفرد هل هو مصداق لذلك العنوان أو لا؟ كما إذا وردنا أكرم كل فقير كما اذا ورد اكرم كل فقير وورد لا تكرم فساق الفقراء وشك في فسق زيد للجهل بحاله لا ندري زيد فاسق ام لا فيشك حينئذ في شمول المخصص له نشك في ان لا تكرم فساق الفقراء اشمله ام لا فما هو الموقف تجاه ذلك وتوجد اجابتان على هذا السؤال الأولى أن هذا الفرد يعلم بأنه مصداق للعام للقطع بفقره فدلالة العام على وجوب إكرامه محرزة ودلالة المخصص على خلاف ذلك غير محرزة لأن شك في أنه داخل مصداق المصادق الخاص أم لا لعدم العلم من طباق عنوان المخصص عليه العنوان المأخوذ في المخصص وهو الفقير الفاسق وكلما احرزنا دلاله معتبره في نفسها ولم نحرز دلاله على خلافها وجب الاخذ بها قال وهذا هو معنى التمسك بالعام في الشبهه المصداقيه والاجابه الثانيه ان شاء الله تاتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد.